الحقيقة عندنا طبعا تساؤلات كتيرة قوي في اللي بيحصل في لبنان. لازم نقرب من الملف ده ونعرف ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات، يعني يوم الخميس اللي فات مثلا صحينا كده على مشهد غريب جدا، ناس في الشوارع ماسكين ار بي جي ورشاشات في شوارع لبنان، ناس ماتت واصابات كتير. طب في يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ قالوا اصل في عادي جدا ان حزب الله معترض على القضاء في لبنان، فعمل مسيرة احتجاجية، هو عامل مسيرة احتجاجية على القضاء في موضوع طبعا مرفق لبنان اللي كان انفجر قبل كده وحصل طبعا ضرب نار. اللي فات ده مش نكتة، ده حصل. فاكرين الاخوان لما يعني ما عجبهمش حكم يروحوا يحصروا المحكمة الدستورية العليا ولا يحصروا مجلس الدولة ولا مكتب النائب الغاء العام ولا يغتالوا لهم كم قاضي؟ يعني ده مشهد احنا شفناه وعشناه، بفكركم بيه لو اصلا كنا نسيناه. ده نموذج واضح جدا للتطرف السياسي والتطرف الديني كمان. لكن برضه عايزين نعرف ايه اللي خلى الوضع يوصل لحد كده، المشهد شكله ايه في لبنان ولبنان رايحه على فين؟ ده عايزين نسأل فيه، ومش هنلاقي أحسن من أستاذة جيلان جبر الكاتبة الصحفية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. منورة معانا يا أستاذ جيلان في الراديو. أهلا يا دكتور. أهلا أهلا بيكي. رقبتي المشهد طبعا اللي حصل يوم الخميس اللي فات، ممكن تحكي لنا بشكل سريع قرايتك للمشهد ده وللسادة المستمعين كمان تشركينا معاكي؟ هو المشهد شفتيه ازاي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه كان فيه مظاهرات طلعت في منطقة سكنية اللي هي الطيونة وعين رمانة. المنطقتين دول هي مناطق سكنية، ولكن منها ابتدت الحرب الأهلية اللبنانية. معروف في التاريخ أن الحرب اللبنانية الأهلية ابتدت من هذه المناطق، وبالتالي دخول حركة أمل وحزب الله بالتظاهر في هذه المنطقة كان إشارة لاستفزاز أهالي هذه المنطقة اللي هم أغلبهم من المسيحيين. دخلوا إلى هذه المنطقة لاستفزاز الشعب اللبناني او الطائفه اللبنانيه المارونيه من هذا المكان. شكل المظاهرات لم يكن سلمي، ولكن كان زي ما احنا شايفين في الفيديوهات كلها كان شكله مرعب، اثار الرعب في المدارس في هذه المنطقه للاطفال وفي المستشفيات ولكبار السن. كان قدامه محاوله للدفاع بقناصه للمظاهرات دي، لما ابتدى الرصاص ابتدى الرد عليه، وده فاجئ الجميع. الجيش اللبناني لما حاول يتدخل أخذ 6 ساعات للتهدئة، حيث أنه لم يكن يمكن مجهز أو لم يكن عنده المفاجأة الأمر. يمكن يا دكتورة جيلان المفاجأة أو الأمر، أنت عارفة كمان ما تقدريش تستغل، يعني الجيش غير الجيش عندنا. الجيش عندنا من طائفة واحدة، من دولة قوية. الدولة اللبنانية في هذه المرحلة هي دولة ضعيفة، فيها تدخلات إيرانية كثيرة، حزب الله سلاحه أقوى من سلاح الجيش، وبالتالي اللي في الشارع دول هم مندوبين من حركة أمل وحزب الله، وبالتالي هم يحملون من السلاح والقوة التي ممكن تتهجم على الجيش، فبالتالي لازم يراعوا ده حتى لا يهان الجيش في الشارع. فبالتالي كان هناك 6 ساعات للتهدئة والمشاورات السياسية لتحدث التهدئة في الشارع في هذه المنطقة. الشارع الثاني مستفز جدا، لأنه جاءت هذه المظاهرات لمطالبة بحالة التحقيق من المسؤول عن التحقيق الآن بيتار، اللي هو طارق البيطار. هم عايزينه يتنحى عن النظر في القضيه بتاعت مرفق بيروت، هو مش عايزينه بالضبط. وكان قبل كده واحد تاني مش عايزينه، قبل هذا المحقق كان في محقق ايضا اخر تم تنحيته بالضغط من حزب الله. جاء طارق البيطار يتم محاوله تنحيته من حزب الله مره اخرى. اذا التحقيق المحلي واضح انه مش هينفع، هم رافضين التحقيق الدولي، رافضين التحقيق العربي، لان جامعه الدول العربيه عرضت تعمل تحقيق عربي، رافضين كل التحقيقات. واضح انه مسار التحقيق هيتوقف بهذا الاستفزاز وبهذه الاساليب. بس هو المفروض انه يعني في، يعني يا استاذ جيلان، عدد من المسؤولين الحكوميين في الحكومه السابقه اللي هي قبل ما طبعا حد الفراغ السياسي، دول برضه ينتموا لحزب الله وينتموا لحركه امل. من طالبهم المحقق للتحقيق هم شخصيات مطالبه لها انتماءات للحزب الله ولحركه امل. فللاسف كل ما يتمادى التحقيق في المطالبه بشهود او مطالبه باتهام يشير الى احد يتم تنحيه القاضي. مش معقول انه الدوله لا كهرباء، لا اقتصاد، لا امن، لا استقرار،
ده عملة انهيار للعملة. حتى بعد تشكيل الحكومة الأخيرة برضو مفيش للأسف هذه الحكومة جلسة واحدة الجلسة الثانية لما طالب ميقاتي انه رئيس الحكومة ان يتم مجلس وزراء رفضوا الوزراء لحزب الله والأمل الاجتماع، وبالتالي توقف هذا الاجتماع لأن الوزراء لم يحضروا ورفضوا الجلسة، وبالتالي يعني في حالة ما زال في حالة عدم أمن، عدم استقرار سياسي، توتر اقتصادي في لبنان، أمني صحي كمان، ما تنسيش إن الكورونا كمان في لبنان، فبالتالي لا يوجد أمن صحي، الكهرباء دي مأثرة على المستشفيات، على مستشفيات الأمراض الخبيثة والأمراض الحرجة، لأن مفيش كهرباء للآلات والتجهيزات الطبية، مفيش رغيف العيش النهاردة أصبح غالي جدا، البنزين أصبح غالي جدا لأي مشوار. طبعا داخل لبنان في ظل التوتر ده من السياحة مش موجود. طب مفيش أصلا، مفيش أمن عشان يبقى في سياحة، وبالتالي في فساد كمان إداري كبير جدا. صفح الكيل للمواطن اللبناني، انا بشوف ان المرحله القادمه داخله على تصعيد عالي جدا. هي الحقيقه ان يعني ايه تصعيد عالي يا استاذ جيلان؟ يعني نلاقي لبنان في حرب اهليه تانية؟ لا مفيش حرب اهليه، ولكن هناك تصعيد في الشارع سيستمر، لان هناك توقف للمفاوضات في فيينا، هناك الحرب الامريكيه الايرانيه يتم ترجمتها في الشارع اللبناني وعلى الحكومه اللبنانيه وحزب الله مندوب ايران. طب السعوديه فين من الكلام ده يا استاذ جيلان؟ يعني السعوديه كان السعوديه المملكه العربيه السعوديه، يعني اسال السؤال بعد اذنك، يعني دايما كان ملف لبنان هي حاضره فيه، هل تم الانسحاب من هذا الملف من قبل المملكه العربيه السعوديه؟ ما بقاش فيه دعم، ما بقاش فيه تواجد، هل سلمت لبنان لايران في ظل صراع برضو ايراني سعودي؟ طب اشرح لنا يعني فين فين السعوديه؟ الحكومه اللبنانيه كانت السابقه اللي هي بتاعت حسان دياب، كان هناك اتهامات من وزير الخارجيه اللي هو جبران باسيل للمملكه العربيه السعوديه، وتطاول عليها وتشكيك فيها، وفي حين المملكه العربيه السعوديه كانت تدعم الدوله اللبنانيه وليس بس اشخاص، ولكن للاسف هناك اتهامات، هناك مواقف غير عربيه يعني اغضبت كثير من الدول العربيه داخل جامعه الدول العربيه المواقف اللبنانيه الاخيره، فكانت هناك غضب عربي وليس فقط سعودي من هذه المواقف السياسيه، كان هناك تسليط او صوت ايراني بدل صوت لبناني داخل جامعه الدول العربيه، وبالتالي تم تراجع دول خليجيه كثيره من المواقف مع لبنان، للاسف توقفت. الصندوق الدولي اللي بيحاول حتى يساعد لبنان مش لاقي وفد يقعد يتكلم معاه، لان هناك نزاعات داخليه سياسيه عشان تشكيل هذا الوفد والخطه امام الوفد. ترسيم الحدود اللبنانيه مع الجيش اللبناني والامم المتحده والجانب الاسرائيلي للاسف ايضا في نزاعات تشكيل الوفد. يا استاذه جيلان حضرتك قلتي 14 للاسف، يعني لو احنا قعدنا نجمع 14 للاسف سياسيا واقتصاديا وخارجيا وداخليا، ده معناه انه لبنان في خطر شديد جدا. شديد يعني اللي بيحصل هو انتهاك للحقوق العربيه، ودي ما زالت الدوله اللبنانيه ما زالت دوله عربيه وما زالت عضو في الجامعه العربيه، ولكن للاسف القرار الايراني هو الذي يتحكم فيها وليس القرار العربي. طيب القرار بتاع تصدير الغاز المصري للبنان واخراجها من هذه الورطه عبر سوريا نتمنى لا ما هو ده خلاص يعني يعمل مبادرات صحيه طبيه، دائما مصر بتبعت يعني سيارات وسفن لانقاذ الشعب اللبناني واعطاء ومستشفى في مستشفى عام هناك لانقاذ الشعب اللبناني من الجيش المصري موجوده هناك من 2006 حتى اليوم، دائما تجهز باعلى تجهيز مع الاحداث اللبنانيه، ولكن اقدر اقول لك ان هذا كله لا يكفي، الدوله اللبنانيه تتلاشى بضعفها، يعني الجيش مش قادر، الامن والشرطه مش قادرين، لانه في سلاح اقوى من الدوله، هناك جماعه اسمها حزب الله اصبحت بفجور تتحكم في مصير الدوله اللبنانيه وفي قرارات الدوله اللبنانيه، لا رئيس الجمهوريه قادر، لان حزب الله هو من اتى به فلا يستطيع ان يتنحى او يتخذ قرار مخالف لحزب الله. ثانيا الحكومه اللبنانيه اتت بالتفاوض، احنا شفنا قعدت سنه وثلاث اشهر عشان يشكلوا هذه الحكومه الاخيره بتاعت الرئيس ميقاتي، وللاسف النهارده برجع اقول لك ان هذه الحكومه مش عارفه تجتمع. طيب حضرتك مهتمة قوي بالشأن اللبناني ومتبحرة فيه ودرسة جيدا التاريخ والاستراتيجيات طب لبنان الجميلة دي في المستقبل القريب بكرة وبعده وبعده شايفة الصورة ازاي يا أستاذ جيلان؟ شايفة الصورة لازم تكون هناك تهدئة إقليمية بين إيران وأمريكا، تستطيع إيران أن تعطي الورقة اللبنانية،
هذه هي الصراحة. يعني لبنان هي صندوق البريد لكل الصراعات الإقليمية. ما يحدث في لبنان هو الصراع الأمريكي الإيراني تترجمه إيران. إيران واخدة لبنان رهينة، واخدة اليمن رهينة، واخدة العراق رهينة، واخدة سوريا رهينة. هناك أوراق في يد إيران تتحكم فيه، وبالتالي المفاوضات التي تدينا ما بين أمريكا وإيران حين تصل إلى حل ستجدي أن الملف اللبناني تمام. بس يعني برضو عربيا يعني يعني قصة انه وزير طلع مثلا اتكلم بشكل سيء عن المملكة العربية السعودية او غيره او مسؤول او 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 اعتقد انه يعني برضو التعامل العربي مع الملف اللبناني لازم يبقى برضو في الاولويات، زي مصر ما صدرت غاز، مصر موجودة في لبنان زي ما بتقولي على مستوى كذا على مستوى كذا. طب ما هو انت ما انت طول ما انت ما بتتدخلش انت سلمت خلاص لبنان لإيران. لا ما هو انا مش ما اقدرش اتدخل وهناك قرار بعدم التدخل من الدولة اللبنانية، لانه ما يسيطر على قرار الدولة هو إيران. ما تقدريش تبقي النهارده السعوديه بيوصلها وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت الحكومه الايرانيه من الضعف ان هي مش دي يعني دايره مغلقه، دي دايرة مغلقة تنتظر فيها انه قرار دولي يأتي لإنقاذ لبنان. القرار العربي غير كافي، لانه السلاح الإيراني الموجود على أرض لبنان أقوى من الجيش اللبناني. انت مش متخيلة لما يكون السلاح وعدد المقاتلين والتنظيم والتدريب والمال. النهاردة العسكري اللبناني للأسف أنا بقول كده عشان بس يوصل للمجتمع مش قادر يكفي قوته. فانت لما يكون الجندي عندك مش قادر يكفي يومه عايزاه يدافع ازاي عن البلد، مفيش ميزانية في البلد تديله، في حين حزب الله بيديله بالدولار. الجندي في حزب الله بيديله بالدولار. الجندي اللبناني مش قادر يكفي قوت منزله. شايفة الروح وصلت لإيه داخل الجندي؟ يعني احنا ممكن نتصور انه لو لم يحدث تدخل دولي ولم يحدث تدخل عربي لانه لم يطلب منهم التدخل، وهو على فكرة تدخلات برضو مش يعني احيانا يا استاذ جيلان مش مرتبطه بالطلب، مرتبطه بالامن القومي العربي. يعني هو مش لازم الحكومه تطلب، لكن هو في رؤيه واستراتيجيات بتحكم تحركات اي دوله او مجموعه دول. لكن لو ده كل ده ما حصلش تم خلاص. يعني انا كده اللي حضرتك قلته لي انه ممكن يبقى حسن نصر الله رئيس الجمهوريه اللبنانيه وانه لا يعني بصرف النظر او يجيب او يجيب اي رئيس. اوكي هو عمل كده، هو جاب النهارده الرئيس، وهو اللي وممكن بقى الشعب اللبناني يستجيب للفكره بسيطره حزب الله نتيجه سوء الاحوال الاقتصاديه. الناس عايزه تاكل وتشرب وعايزين يودوا ولادهم المدارس يعني فخلاص. يعني انت كده الشعب اللبناني لانه هو قام بثوره وما قدرش ينجح، واحنا شفنا الثوره دي كنا مع بعض على الهواء. الثورة في لبنان اللي كانت بتعبر عن يعني رغبات الشعب اللبناني انه يشيل يمحي الطائفية وعايزين. ما هو يا استاذ جيلان ما هو الشعوب بيبقى ليها طلبات، لكن حد لازم ينحاز الى هذه الطلبات، قوة تنحاز الى هذه الطلبات عشان تسندها. الشعوب بتخرج خروج فولكلوري وطلبات فلكلورية يعني او طلبات حقيقية. احنا عاوزين احنا عاوزين احنا عاوزين. طب انتوا عايزين انتخابات، احنا منتظرين الانتخابات القادمة في مارس القادم اللي هتحدد ان هذه المنظومة السياسية تتم تغييرها بالانتخابات، وهيكون في اشراف دولي على الانتخابات في 3 مارس اللي قادم. رئيس الجمهورية دخلت مدته في مايو القادم. هل هتقعد مشتعلة ام سيتم التهدئة ل3 مارس القادم؟ هل سيتم وراء استطار مشاورات ومفاوضات للتسويق؟ هل سيتم تنحيه طارق ديتار واغلاق ملف المرفأ حتى لا يكشف المصدور ومن المسؤول عن هذا الانفجار الكبير؟ يعني هنا لا نعلم الغيب، ولكن هنا الامل عند اللبناني انه ما هو لحد دلوقتي برضو مساله تغيير القاضي دي برضو مساله شائكه جدا. يعني نجيب ميقاتي رافض انه يغير القاضي، ويعني هو رافض لوحده، بس حضرتك لازم مجلس وزراء يطلع بيه، هو مش عارف يجتمع. هناك رئيس الحكومه لا يستطيع ان ينتخب الا بقرار كامل الوزراء، فالوزراء ما بيحضروش، فهو رافض كشخص. ولكن عشان يطلع قرار حكومي القضاء رفضوا، لما رفعوا القضيه للقضاء رفضوا القضاء تغيير البيتار. لان انت قاعده دوله بدون اقتصاد بدون قضاء بدون صحه بدون جيش بدون شرطه بقى.
بدون جيش. والله يعني خسارة يا أستاذ جايلين، والله خسارة. يعني لبنان دي بلد بلد الحرية وبلد الجمال وبلد الإبداع وبلد الطبيعة وبلد خفة الدم ويعني الجمال، هي سويسرا ما الجمال، إن تبقى كده توصل لكده. وتنوع الطائفي فيها كان بيديها مذاق خاص، كان بتعجبنا لأن فيها كل شيء، علشان التنوع الطائفي فيها 18 طائفة، فكل دي فيها ثقافتهم وفيها حضاراتهم، وبالتالي هذا التنوع اللي عشقه المصريين وكل العرب في لبنان، للتنوع اللي فيها والحريات اللي فيها والمزج الأوروبي العربي اللي فيها، كل ده للأسف ده ثمن كبير الآن، إنه إيران تمت السيطرة على القرار اللبناني والمصير اللبناني. هقوله لك بصراحة، المصير اللبناني يتوقف على المفاوضات. ما هو برضو سيطرة إيران على لبنان انتكاسة عربية برضو مش لبنانية. هي بس لبنان ما هي مسيطرة على اليمن. لا هو انتكاسة برضو. يعني انتكاسة برضو. بس أنت كل شوية بتاخد أرض، يعني هو في النهاية إنه. يعني هي اللي قالت على فكرة يا دكتورة، مش إحنا اللي منقول، هي قالت أنا أسيطر على قرار أربع عواصم عربية. هم اللي قالوا مش إحنا. إيران طلعت الكلام ده، قالت إن إحنا نسيطر على قرار أربع عواصم عربية وسمتها. فإذا واضحة عموما وهي تملك هذه الأوراق. أستاذ جيلان أنا طبعا بشكر حضرتك جدا على المداخلة والمعلومات، والحقيقة يعني ما عندناش الأمل، ما ديتناش الأمل، بس غصب عنك أنت بتحللي أرض الواقع. بتمنى معاكي وكل المصريين اللي بيسمعوني أنه لبنان تمر من هذا المأزق وهذه الأزمة، وترجع هوليوود الشرق زي ما كانت يعني، وترجع لبنان الجميلة اللي بنحبها وبنحب شعبها العياش زي ما بيقولوا يعني. إن شاء الله ترجع بأسرع وقت، إن الشعب اللبناني بيتحدى وبيطلع من كل حرب ومن كل نكسة بأحسن مكان. بأتمنى ذلك إن شاء الله. بشكر حضرتك جدا أستاذة جايلان جبر، الكاتبة الصحفية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. تعالوا نطلع فاصل وكلنا ندعي ونتمنى للبنان والشعب الجميل اللبناني كل الخير والسلامة في المستقبل القريب.